واحد يقول لماذا يظهر القديسون للناس المرضى واللي عندهم مشاكل، لماذا لا يظهرون للناس العاديين كعلاوة تشريعية؟ لما انت تحتاج لشفاعة اي قديس وتطلبه هو يتشفع فيك، لكن الظهورات مسألة خوف. انت لا تضمن ان اللي بيتصرف ده ابليس ولا مش ابليس، ما تضمنش. في ظهورات مضللة. جايز اي حد يتصرف يقول لك انا الابليس الفلاني، هو ما يكونش كده.